ومشاهدين الكرام لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. متابعين الكرام أيها الإخوة، انطلاقة شوطنا الثالث وبرفقة الزميل مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، أحييكم ورحب بحضراتكم في انطلاقات الفترة المسائية مع الأشواط المفتوحة مع سن الجذاع وهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. ننطلق على بركة الله في هذه التحديات وثالث الأشواط ينطلق ويندفع، والإبكار تتواصل بتألقاتها بهذه الشعارات المميزة، شعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. على الانطلاق هو المقدمة مع السعدية على مقدمة الشوط لهجن الشيحانية، يضمرها محمد بن خالد العطية. الدور دور المركز الثاني، وجود مزنه على المركز الثاني مع أيضا هجن الشيحانية، يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث، وجود الوجبة على المركز الثالث، وأيضا شعار هجن الشيحانية مع المضمر سالم بن فاران المري. المركز الرابع، هذا هو شعار سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، يتواجد شعاره على ظهر منحاف، والمضمر الذي يتابع منحاف هو سالم بن عامر المدهوشي. المركز الخامس، انتقل الى خامس المراكز لاجد دوما. مرحبا بدوما، هذه دوما اللي بالمركز الخامس لهجن الشيحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في المتابعة والتضمير. هذه المراكز الخمسة الأولى وهذه الأسماء المنطلقة والمندفعة. شاهدنا الشوط الرئيسي الأول اليوم المساء، شاهدنا الجزيرة صاحبة الذهب، الأسطورة صاحبة الإنجازات ومالكة الرموز، والتي حصلت على الكأس المفتوح مع سن اللقاية في دبي، وحصلت على الشلفة الذهبية في ختام الشيحانية. يعني رمزين غاليين سجلا مع هذا الاسم المميز، اسم الجزيرة، ومن لا يعرف الجزيرة. بعد ذلك شاهدنا العريق وتابعنا العريق صاحب البندقية الذهبية في ختام الشيحانية في العام الماضي مع سن اللقاية، وها هو اليوم تشاهد يشاهدونه ويشاهده العالم العربي يجدد أيضا إنجازاته في هذه الانطلاقات بهذا الشعار المميز. تهانينا والناموس لهجن الشيحانية، وأتواصل مع حضراتكم في هذه اللقطات وفي هذه الانطلاقات المميزة التي تقدمها الإبكار. هذه اللي في مقدمة الشوط، هذه الصدارة وهذه الانطلاقة وهذا التحدي، وهنا الوجبة، الوجبة، الوجبة مع الذهبي، الوجبة مع المقدمة، شعار هجن الشيحانية والمضمر سالم بن فاران المري. هنا محمد بن خالد العطية الذي يقدم السعدية التي تحمل الرقم 2 وتنطلق بشعار هجن الشيحانية، بينما سلطان الوهيبي يقدم اسما مميزا، يقدم مزنة على المركز الثالث بشعار هجن الشيحانية. يا سلام، انتقل لأجد المركز الرابع. المركز الرابع، هذه منحاف اللي بالمركز الرابع والشعار الغرفاوي الكبير الذي يقدم في هذا المساء ويقدم ما لديه في هذا المساء لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، يقودها سالم بن عامر المدهوشي. انتقل الى المركز الخامس لاجد هملولة من هجن الرئاسة التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة، يضمرها صالح بن سعيد بالعرج المري. هذه النتيجة، هذه النتيجة، هذه النتيجة للمرة الثانية، ونحن مع الستة كيلومترات اليوم، الستة كيلومترات، ستة الجذاع، ستة الجذاع، والمقدمة. يا سلام.
هذه المقدمة، هذه الوجبة على مقدمة الشوط، الوجبة تنتزع المقدمة وتنطلق وتسير في هذا الشوط المليء بالكبار، المليء بالرموز، المليء بالهجن القوية، الإبكار التي شاركت وتشارك. يا سلام، هذه الوجبة على مقدمة الشوط بشعار الشحنية، وسالم بن فران يقودها. المركز الثاني سعدية مع محمد بن خالد العطية هنا أيضا بشعار الشحنية، وغيرت مزنة مع المركز الثاني وانطلقت بشعار الشحنية مع سلطان الوهيبي. من الجانب الآخر اللي غيرت إلى المركز الثالث، تجاوزت من حاف لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، يقودها سالم المدهوشي. والمركز الرابع تأخرت يا العطية قليلا، تأخرت السعدية، وهنا شعار الشحنية مع محمد بن خالد العطية. الله، هذه دومة، هذه دومة، هذه دومة، رحبوا بدومة، رحبوا بانطلاقة دومة. دومة يا سلام، يا لهذا الشكل المميز، من لا يعرف دومة، من لا يعرف دومة، دائما وصيفة للرمز، دائما مع الجزيرة، دائما هذا الاسم. دومة على المركز الثاني تنطلق بمصاحبة وملازمة مزنة المحتلة للمركز الأول وافتتاح الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير. شوفوا المركز الثالث، شوفوا منحاف تحاول لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني مع سالم المدهوشي في المركز الثالث، وهذه خطيرة، هذه خطيرة اللي بالمركز الثالث. المركز الرابع الوجبة لهجن الشحنية مع المضمر سالم بن فاران، والسعدية مع العطية بالمركز الخامس. يا سلام، المنعطف الأخير، المنعطف الأخير، مزنة بالمركز الأول، ونبغي دومة تفوز، نبغي دومة تفوز. اللي بالمركز الثاني عصاها حتى هذه اللحظة. يا سلام، تجاوزت دومة، دومة 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 يا سلطان، دومة على المركز الثاني، تجاوزت في هذه اللحظة. هذه دومة وهذه مزنة، سلمت الراية مزنة. يا سلام، رحبوا بدومة، تحية لدومة، تحية لدومة، تهانينا تهانينا والناموس لهجن الشحنية على فوز دومة بالمركز الأول وحصولها على الناموس. تهانينا لمن يتابع، لمن يضمر، لمن يراقب. دومة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي متابعا لدومة، تهانينا. والناموس المركز الثاني، هذه مزنة أيضا بشعار هجن الشيحانية. والمركز الثالث من حافة لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. المركز الرابع، هذه هملولة بشعار هجن الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. والمركز الخامس الوجبة لهجن الشحنية. إذا شاهدنا الشوط الرئيسي الأول مع الجزيرة، وشاهدنا الشوط الثاني مع دوما، هذه الاسمين اللذين ارتبطا دائما مع الرموز، دائما دوما تتابعونها وصيفة للرمز مع الجزيرة. تهانينا والناموس. يا سلام، شوفوا التوقيت، تابعوا التوقيت الزمني المميز، 9:11:72 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشيحانية، وأهني أيضا المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على فوز دومة بالمركز الأول وحصولها على الناموس المركز الثاني. هذه مزنة بشعار هجن الشيحانية، 9:15:34 34 جزءا من الثانية. أهني هجن الشيحانية، وأهني أيضا العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. بينما منحاف وصلت للمركز الثالث لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني مع سالم المدهوشي، توقيتها الزمني 9:17:80 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشيخ.